أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء بسم الله العلي مستدرا فيما البركات على ما أنا له طاهرة نبوية ويوم الصحابة والأتباع وموالا وأستجدي هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من في خطة الخطاء وخطاء وأنصر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا ناظما من النسب الشريف قدما